محاضرة شطرنج مهمة جدا لترفع مستواك بعنوان Prophylactic Thinking أو التفكير الوقائي، فتابعنا بهذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج، معكم إياد الرضوان. إذا راح نتابع بشرح كتاب يوسوبوف، وصلنا عند الفصل 12 بعنوان التفكير الوقائي. قبل ما نشوفه لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاشتراك بقناة الذكاء الصناعي، رابطة موجود بالوصف وبشاشة النهاية. قناة إن شاء الله راح تتطور بشكل سريع، ولكن محتاجة لدعمكم لحتى تأقلع، وأيضا قناتي الثانية موجودة بالوصف. رح نقرأ المقدمة الآن. عم يقول إنه التفكير الوقائي هو واحد من أهم عوامل أو موضوعات اللعب الموقفي أو اللعب الاستراتيجي. اللاعبي الشطرنج أحيانا كتير بينسوا إنه هن مش لوحدهم على الرقعة، في عندهم خصم، وبالتالي لازم تاخد خططه وأفكاره بعين الاعتبار. فلازم يكون عندك عادة انك تسأل نفسك ماذا يريد خصمي. يعني مثلا اذا لعب نقلة، ليش لعب هاي النقلة؟ شو بده؟ شو خطته؟ طبعا اذا عرفت تجاوب على هذا السؤال بشكل صحيح وتجمع هاي المعلومات اللي عندك مع المعلومات على الرقعة، فهذا هو التفكير الوقائي اللي بيجسد الاحترام الحقيقي لخصمك. طبعا المفروض يكون عندك احترام لخصمك، يعني بمعنى الاحترام بمعنى انك ما تستهين فيه، لانه دائما الاستهانة بالخصم يعني راح تؤدي لاخطاء غير متوقعة، نظرا انك انت ما بتوقع انه الخصم راح يكون عنده هالتكتيك الكبير، هذا هالخطة الكبيرة، فبتتجاهلها وبتطلع بالفعل موجودة، فبتلاقي حالك خسرت. والتفكير الوقائي ما بس يعني بخلينا نفهم خطط الخصم ونستطيع إيجاد أفكاره، بل أيضا بيساعدنا على تطوير موقفنا. طبعا النقلة اللي بتطور موقفك وبنفس الوقت تعمل بلوك لخطة خصمك هي النقلة المثالية. يعني مثلا خصمك عمل لك تهديد معين، ففي عنا عدة نقلات لا تزيح هذا التهديد، فأنت بتختار النقلة اللي بتزيح هذا التهديد وبتعطيك أفضلية، بتعطيك تهديد إضافي، بتعطيك تطور الموقف. النقلة المثالية هي النقلة اللي بتحقق الهدفين معا. فإذا النقلات الوقائية هي أقوى من النقلات الدفاعية البسيطة أو الصرفة، لأنه النقلات الوقائية رح تساعدك بتطوير موقفك. وأيضا النقلات الوقائية هي أفضل من النقلات التطويرية اللي رح تطور فيها موقفك، لأنه النقلات الوقائية رح تطور موقفك ورح تعيق خطط خصمك. طبعا وهناك عامل نفسي مهم جدا الكاتب حابب يأكد عليه، انه المعركة ضد اللاعب الوقائي هي صعبة بشكل غير اعتيادي، لانه اللاعب مجرد ما عمل خطة وفشلت هاي الخطة عدة مرات بعد تحضيره وبعد التفكير، رح يصيبه نوع من الاحباط ورح تبلش الاخطاء تظهر بنقلاته التالية. طبعا نحن بجيماتنا ما دائما نستعمل التفكير الوقائي. ليش؟ لانه حتى تستعمل التفكير الوقائي بدك يكون الموقف يعني هادئ نوعا ما، فالتفكير الوقائي هون رح يكون مفيد لكون عند، لانه رح يكون عندك عدة خيارات، فانت رح تفاضل بيناتهم وتختار الخيار الافضل. اما بالاوضاع اللي بيكون فيها الخيارات اجبارية، فلازم تحسب كل شيء بدقة وتختار الخيار الصحيح، لانه غالبا ما بيكون في غيره، فانت ما رح تكون مهتم انك تعرف نوايا خصمك لما بيكون عنده تهديد بكشمات بثلاثة او بكشمات باثنين، فلازم يعني تبعد عن هالتهديد بالبداية. او اذا حتى انت كان عندك كشمات بثلاثة فخلص العبها، يعني ما في داعي للتفكير الوقائي بالخطوط الاجبارية. فرح نشوف الان مبارتين لتوضيح المفاهيم بشكل عملي. فالآن رح نشوف المباراة الأولى بهذا الفصل بين آرثر يوسوبوف بالأبيض وغراند ماستر هولندي اسمه فاندر ويل. فإذا لاعب الأبيض بلش بالنقلة C4، عنا نايت F6، نايت على C3، E6، E4. طبعا هون عنا خيارين D5 والC5 والD5. طبعا هون لاعب الأسود اختار النقلة D5. فالآن E4. طبعا هون أيضا عنا خيارين، الخط الرئيسي هو D4، ولكن لاعب الأسود اختار الخط الثاني وهو النايت على E4. فالآن النايت على F3. طبعا هون لاعب الأبيض بإمكانه يربح بيضك، ولكن رح يكون في عنده خسارة استراتيجية هلا رح نشوفها. مثلا إذا أخذ النايت تيكس E4 فرح ناخد الحصان، فالكوين على G4، وطبعا رح يسقط هذا البيضك.
فالآن نايت على السي 6، كوين تيكس اي 4 وكوين على الدي 4. طبعا هون راح نكسر والحصان راح ياخذ. طبعا اللاعب الاسود خسر بيدق ولكن اخذ الخانة المهمة دي 4 وعنده مبادئة قوية. طبعا هون مهدد بكيش على السي 2، فالافضل انك تلعب الملك على الدي 1، وهون راح يكون عندنا الفيل على الدي 7. طبعا هذا الجيم ملعوب عشرات المرات، يعني يعتبر خط رئيسي، ولكن لاعب الابيض يوسوبوف يعني ما بده هالخط الخطر شوي ويلعب شيء هادئ، فلذلك اختار النقل نايت على السي 3. فالان النايت على السي 6 والبيشوب على الاي 2. هون ايضا ممكن انه يلعب دي 4، فراح يرد اللاعب الاسود بالبيشوب على البي 4. فاذا نايت على الاي 2، الفيل على الاي 7 والتبييت. هلا بدل التبييت ممكن يلعب الكوين على السي 2، ولكن هون راح يكون عندنا النايت على الجي 5. طبعا هذا موقف من مباراة بين ياسر سيروان بالابيض و لاري كريستينسن بالأسود. طبعا كانت مباراة على بطولة الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا اللاعب الأبيض لعب تبييت، فتبييت دي 4 بي 6 بيشوب على الاي 3 ونايت تيك سي 3. وطبعا هون اللاعب الأبيض يعني صار له أفضلية بالوسط وسيطر على الوسط. طبعا بدل هاي النقلة إذا اللاعب الأسود لعب البيشوب على البي 7، فراح يكون عندنا سي تيكس دي 5 نايت تيكس سي 3. طبعا لانه اذا اخذ البيدق فالقلعه على السي 1، يعني راح يكون في افضليه للاعب الابيض. فاذا راح ناخذ الحصان بالاول، الان راح ناخذ الحصان اي تيكس دي 5 وبيشوب على البي 3، وعنا افضليه للاعب الابيض. طبعا لاحظ ايضا عم مستعد لهجوم على الملك، فلذلك هون لاعب الاسود مثل ما قلنا اخذ الحصان، فراح ناخذ الحصان ودي تيك سي 4. طبعا هون في احد المحللين اقترح النقله بيشوب على الاي 6، وتقريبا يعني الافضليه نفسها. فالان راح ناخذ البيدق دي تيك سي 4، فالان بيشوب تيك سي 4 نايت على الاي 5 والفيل على الدي 3 والان الفيل على البي 7. طبعا عم يمهد للنقلة سي 5. واللاعب الابيض مثل ما قلنا يعني مجمع قطعه ومستعد للهجوم على جناح الملك. فهون نايت على الدي 2 سي 5 كوين على الجي 4 وطبعا جي 6. اكيد بدل السي 6 ما في ياخذ هذا البيدق الان، لانه راح يكون عندنا الفيل على الاتش 6. فاذا جي 6 من اللاعب الاسود. فالان نايت على الاي 4 وسي تيكس دي 4. هلا بدل هاي النقلة إذا لعب بيشوب تيكس نايت، فهون راح يكون عنا بيشوب تيكس بيشوب. والآن إذا لعب الروك على السي 8، فراح يكون عنا دي 5 وأفضلية للاعب الأبيض. فإذا هون سي تيكس دي 5، فسي تيكس دي 5 وعنا النايت على السي 6. ربما الأفضل بدل هاي النقلة إنه اللاعب الأسود يكسر، فراح ناخذ الفيل وراح تجي القلعة على السي 8. طبعا راح يضل في عنا أفضلية للاعب الأبيض. طبعا بهي النقلة اللاعب الأسود يعني عم يهدد تهديد تكتيكي إنه ياخذ البيدق اي 5. طبعا في حال أنت أخذت البيدق فراح ناخذ الفيل، فطبعا لأنه هذا البيدق مربوط. طبعا طبعا هذا التهديد التكتيكي يعني بسهولة ممكن التعامل معه، مثلا تلعب القلعة على الديوان، ولكن في عنا تهديد استراتيجي أكبر إنه يجي الحصان على البي 4 ثم يجي الحصان على الخانة دي 5. فعلى ما يبدو إنه اللاعب الأبيض الآن ما عنده أي شيء لحتى يعملوا ضد هاي الخطة الاستراتيجية، ولكن في عنا نقلة منطقية واحدة تستطيع التعامل مع التهديدين. طبعا التهديد الاستراتيجي بجلب الحصان على الدي 5، أو التهديد التكتيكي بكسب بيدق بأخذ البيدق اي 4. شو هي النقلة عزيزي المشاهد؟ النقلة هي روك على الدي 1، روك اف على الدي 1، وليس روك الموجودة على الاي. طبعا ليش، شو الفرق بين جلب هاي القلعة او جلب هاي القلعة؟ خلينا نشوف. يعني مثلا اذا جاب القلعة الموجودة على الاي، فهون راح يكون عنا النايت على البي 4، فالفيل راح يروح على الاتش 6، هي افضل نقلة. طبعا اذا رجعت بالفيل على البي 1 فراح تجي القلعة هون،
ويعني في عنا لعب مضاد من اللاعبين، وبالتالي تقريبا الوضع متعادل. فإذا الفيل راح يروح على ال H6 طالبا القلعة، ولكن هون لاعب الأسود راح ياخذ الفيل، فهون لاعب الأبيض راح ياخذ القلعة، طبعا هون راح ناخذ الفيل، فالقلعة راح تاخذ الحصان، والآن الفيل راح يجي على ال A6 مثل ما أنك شايف، يعني مهدد القلعتين، وراح يسترجع المادة والوضع متعادل. طبعا نرجع شوي هون، إذا اللاعب الأبيض ما أخذ القلعة مثلا، أخذ الحصان، أيضا ممكن نلعب القلعة على الـ A6، أو ممكن ناخذ الحصان هاد، وضل في عنا أفضلية طفيفة للاعب الأسود. رح ناخذ الفيل والقلعة على الـ E8. فلذلك النقلة الصحيحة هي القلعة الموجودة على الاف، يعني بشكل عام باختصار، حتى ما نحط هون القلعتين على وتر واحد ويجي الفيل يربطون. الآن اللاعب الأسود بتابع خطته بالنايت على البي 4. طبعا إذا اللاعب الأسود يعني أخذ البيدق دي 4، فعلى أمل إنه في ربح بيدق هون، فالحقيقة ما راح يكون في عنا ربح. راح ناخذ الحصان، فالوزير رح ياخذ الفيل، رح نعطي نايت اف 6 كيش، وطبعا افضلية رهيبة. طبعا هون رح ياكل ورح ناخذ الوزير. فاذا هون نايت على البي 4، فالفيل على الاتش 6 والقلعة على الاي 8. طبعا بدل القلعة على الاي 8، اذا اخذ الفيل رح ناخذ القلعة، فرح ياخذ القلعة، والان رح ناخذ الحصان، وافضلية مادية للاعب الابيض. فاذا هون القلعة على الاي 8، وعنا الفيل على البي 5 طالبا القلعة. فالآن بيشوب على السي 6، بيشوب تيك سي 6 ونايت تيك سي 6. طبعا تكسير الفيلين ما كان سيء للاعب الأبيض، واللاعب الأبيض صار عنده أفضلية، ولكن رجعنا الآن لموضوع التفكير الوقائي. الآن شو عم يفكر اللاعب الأسود، أو شو خطته؟ خطته طبعا مثل ما أنك شايف مأشر لك بالأسهم، أنه يجي بالحصان على البي 4، ثم يرجع يلعب خطته نفسها بجلب الحصان على الدي 5. طبعا ممكن تمنع الخطة ببساطة بنقلة A3، طبعا عم تحمي الخانة بي 4، ولكن التفكير الوقائي رح يعطيك نقلة أفضل ونقلة رائعة أكثر، وهي القلعة على البي 1، روك اي بي 1. طبعا الفكرة انه نحن منعنا الحصان يجي على البي 4، وبنفس الوقت عم نطور موقفنا بجلب القلعة على جناح الملك من خلال البي 3، ثم القلعة على الاف 3 او على الاتش 3 حسب ما بتقتضي المصلحة. هلا هون بدل هاي النقلة، إذا لعب النقلة الهجومية الكوين على الاف 4، فراح يكون عنا النايت على البي 4، الآن النايت على الجي 5 طبعا طالبا البيدق اف 7، فراح نضطر نكسر الحصان، راح ياخذ الحصان، والآن نقلة قوية النايت على الدي 5، تاخذ لي وزيري باخذ لك وزيرك. فلذلك الكوين على الاتش 4 عطينا الوزير، الوزير بيروح على الدي 7. الآن الكوين على ال H6 وعنا F5 أيضا نقلة دفاعية قوية، فرح ناخد البيدق. طبعا لاعب الأبيض عنده أفضلية، ولكن لسه الوضع ما واضح وما مبين كيف اللاعب الأبيض ممكن إنه يطور أفضليته. فإذا بنرجع هون، اللاعب الأبيض لعب الروك على البي 1، فهون لاعب الأسود لعب الكوين على الدي 5. طبعا بعد ما فشلت خطته بجلب الحصان على الدي 5 مرتين، اللاعب الأسود اتعصب شوي ولعب هاي النقلة اللي خسرته تيمبو حاسم جدا. هلا هون بدل نقلة الوزير اللي شفناها، إذا اللاعب الأسود تابع بخطته النايت على البي 4 بفرض إنه الحصان محمي، ولكن الحقيقة هون ما رح يكون محمي، رح ناخده فورا، فالفيل رح ياخد القلعة، وهون النايت على الاف 6 كيش. طبعا الفيل كان مكلف بمهمة خطيرة جدا، وهي مراقبة الخانة اف 6 كيش، فالآن الملك رح يروح على الاتش 8، والآن في عنا كتير نقلات رابحة، الفيل على الجي 5 ممكن، والنقلة المذكورة بالكتاب كوين على ال H4 ايضا نقلة خطيرة جدا، طبعا التهديد انه يجي الفيل لهون كيش، بعدين ناخذ البيدق مع كيش والوضع حاسم. فالافضل هون تجي القلعة على ال G8، والان رح يكون عندنا نقلة قوية، الفيل على ال F8 H5، ورح ناخذ هذا الفيل. فاذا اللاعب الاسود هون لعب الكوين على الدي 5، طبعا القلعه على السي 8 ربما تكون افضل خيار متاح، ومع ذلك الافضليه لسه كبيره للاعب الابيض.
فالآن كوين على ال F5، طبعا التهديد انه يجي الحصان مع كيش وشوك على الوزير، فانت راح تكون مضطر انك تكسره، فلذلك الوزير هون مجبر على التراجع. فالآن رجع الوزير على ال D8 وهي هي النقلة اللي خسرها، فالآن روك على ال B3، روك على ال C8 وعنا H4. هلا بدل ال H4 كان ممكن تبسيط الموقف يكون ايضا مفيد للاعب الابيض، طبعا الروك على ال F3، فهون بدنا هذا البيدق يعني مستحيل الدفاع عنه الا بالقلعة على ال F8، وهون رح ناخذ القلعة، وخلص لاعب الابيض صار عنده افضلية مادية وربح مفروض انه يكون سهل. حتى هون ممكن يكون نايت على ال D6 افضل من اخذ القلعة. فاذا لاعب الابيض هون لعب النقلة H4، طبعا هون لاعب الاسود لعب القلعة على C7. طبعا بدل القلعة اذا وقع بالفخ واخذ هذا البيدق، لاحظ هذا البيدق يعني محمي مهدد بالوزير والفيل، فقد تظن انه بيدق مجاني، ولكن هون الحقيقة راح يكون عنا القلعة على ال F3، طبعا عم يهدد هذا البيدق بدنا كشمال. طبعا ايضا هون نقلة نايت على ال D6 ممكنة وعم ناخذ واحدة من القلعتين. فاذا هون القلعة على ال F3، فكيف راح نحمي هذا البيدق؟ طبعا اذا لعبنا القلعة على C7 وهي النقلة الوحيدة طبعا، فرح يكون عنا البيدق G3، ولاحظ يعني الفيل مات لهون ميت لهون ميت لهون ميت، واذا اجا واكيد ما بيقدر يجي لهون لانه رح يكون في عنا كيش مات، فاذا رح نكسب الفيل. طبعا بدل هاي القلعة اذا لعب هاي القلعة نفس الشيء، واذا لعب الوزير رح يخسر الفيل فورا، فاذا لعب الوزير لهون فايضا راح يكون عندنا G3، طبعا نفس الفكرة. فاذا هون لاعب الاسود لعب القلعة على C7، فهون لاعب الابيض لعب القلعة على F3. الحقيقة هون يوسف عم يقول مين كان عم يتفرج على المباراة اثناء لعبة؟ مايكل تال ملك التضحيات. فهون بعد المباراة قال له ليوسف كان عندك نقلة رابحة افضل وهي النقلة D5، طبعا راح يكون عندنا تضحيات على طريق التال، فهون E takes D5 والان تضحية بالقلعة من D5، طبعا مهددا الوزير، فالوزير راح ياخذ القلعة، والان النايت على ال F6 كيش مع تهديد للوزير، فالفيل رح ياخذ الحصان، والان النقلة القوية كوين على ال F6، طبعا بدنا كيش مات. هلا يوسوبوف ممكن يكون فكر بهالخط، ولكن النقلة كوين على ال E5 رح تمنع هاي الكيش مات ورح يخسر بيدق، ولكن تال يعني من اول خط كان شايف النقلة الاسطورية روك على ال E8، طبعا في حال اخذ الوزير راح يكون في عنا كيش مات، فاذا الان ما في اي حل وفي عنا كيش مات قادمة اجباري. فكانت اضافة جميلة جدا لهالجيم من مايكل تال. فهون اذا يوسوبوف لعب القلعة على ال F3، فالقلعة على ال F3 طبعا بعد خسارة فرق يعني الجيم مستحيل تتكفى. فهون اذا لعب الفيل على ال H4 اخذ البيدق، فراح يكون عندنا G3 وايضا يعني الفيل سقط، فلذلك هون القلعة على ال F8 راح ناخذ القلعة، راح ياخذ الفيل، وعندنا D5 E takes D5 روك D5 نايت على ال B4 اعطينا القلعة. بدل هاي النقلة ممكن النقلة النايت على ال D5 يعني طيل عمر الجيم اطول شوي، فالحصان على البي 4 طالبا القلعه، فهون القلعه راح تروح على الدي، طبعا عم يهدد بتقديم البيدق A6، فهون القلعه على C6 النايت على D6، الان الحصان راح ياخذ بيدق A2 والوزير راح يجي على الاي 4 طالبا القلعه وطالبا الحصان، طبعا هون استسلم اللاعب الاسود. طبعا النقلتين الوقائيتين السبعة عشر وال21 اللي هن شفناهم، القلعة F لما راحت على D1 والقلعة الموجودة على A لما راحت على B1 منعت الحصان، عمليا هدول النقلتين هن اللي حسموا الجيم. فكان هذا الجزء الأول من الفصل 11 بعنوان اللعب الوقائي، انتظروا الفيديو القادم للجزء الثاني، نشوف المباراة الثانية والتعليمات التالية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاشتراك بقناتنا الثانية ملك الشطرنج والاشتراك بقناة ألعاب الذكاء الصناعي. نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.